تذكرون من قلت لكم الرام 7 هو السلاح اللي كل المحترفين بدأوا يستخدموه بالموسم السادس؟ لأن السلاح كان كلش قوي وبعده قوي ويثرم ثرم، بس الركول مالته صعب والتحكم مالته أصعب من باقي الأسولتات لأنه يختلف جذريا عنهم. أما بهذا الموسم اللي هو الموسم الأول مال كولد وور ويا الوارزون، نزل سلاح جديد اسمه DMR، وهذا السلاح يعني الدمج مالته مو طبيعي، وتقدر تقتل به أي أحد من أي مسافة بثلاث طلقات أو أربعة أو طلقتين، حتى إذا تجيبه واحدة هيت شوت وواحدة بودي شوت. والواعي بالوارزون المحترفين كلهم بدأوا يستخدمون، بس مشكلته الركويل العالي وصعوبة التحكم مالته، لأن أنت لازم تسيطر على الركويل مالته وبنفس الوقت تسوي كليك بالماوس مالتك أو بالكنترولر مالتك، فصعب واحد يتحكم بالركويل بنفس الوقت دوس كليك 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 على مود يرمي وبنفس الوقت يسيطر على الركويل، لأنه سلاح مو فلوتو. بالنسبة لي راح أسوي أني سلاحي الأساسي وأتعلم إنه أتحكم به بشكل أفضل، لأن السلاح بشغلة مزعجة ثانية اللي هي الدروب شوت، الطلقة تنزل كل شو هواي تنزل ومو سريعة. لهذا السبب لازم تتعود على السلاح على مود تعرف تلعب بالسلاح بشكل قوي ويصير عندك أفضل على أي أحد. وإذا تريد تشوفني ألعب بهذا السلاح أو بأي سلاح موجود بالوارزون وتشوف الكواليس مال هذه الفيديوهات الونسة وهاي السوالف كلها، فتقدر تتابع بثوثي المباشرة على الفيسبوك. ما بقى شيء ونوصل 10,000 متابع على الفيسبوك، وبالقريب العاجل راح يكون أكو فيس كام. يس أكو فيس كام، وإذا ما صارت أي مشاكل يمين أو يسار فراح توصلني الكاميرا يوم 31 بهذا الشهر، يعني ويل كريسمس بالضبط راح أحتفل وياكم. يمكن راح ألبس هذا الكبوز مال بابا نويل أول ما راح يشوفوني. وبنفس الوقت إذا تريد تدعمني بطريقة أو أخرى أو تدعم هذا التعب مالتنا، فتقدر سو بس لايك سبسكرايب جست لايك ذات، يعني دوس زر واحد هيك بوم دسته وخرت التعب مال الساعات اللي على مود أنزل لك هيك محتوى بجودة. فهذا كل شيء عندي، اللي ما يعرفني أنا أليكس 19، عوفكم ويا جيمين كاملات مليانات حمس من الطراز الأول ومختصرات بشكل كلش حلو، ما راح تحس بأي ملل ذرة. بنصحك تلبس السماعات تجيب شي تاكله وتشربه وتشوف الفيديو وتستمتع على خير. فيسخليكم يا باقي الفيديو ومع السلامة. جوا جوا جوا، هذا فوق على ال هذا شلونك جي استقبلته. اوكي قدامنا هاي، هذا بالاوبن، هذا قدامنا ثلاثة أربعة. تركم بيرات بعد وقع وقع اهلا وسهلا يا شبابنا الاعزاء. ها قدامنا واحد كلش قريب، ليه جبت جا ناس طلع اللعبة شوي قطع بعد دي يرمي عليه طبعا. غلط علي هذا وكذا مرة ثانية. يلا شرمته لا مالش قدام قدام عبالك تتوعد تدري؟ لا لا ما حد تفله هو هذا قدامي؟ طيب وحيد فريد هذا. هي ها ها قدام ها فوق 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 يا بي خلا قصفه سريعا لا محتاج طفر مو موجود طفر طفر يا سريعين بالطفره ما حد يلحقهم ونطلع برا الصاحب يا يا بي يا يا ابوي قلت لك هاي الماكينه اذا حط لها سبين فور شو صاير شنو؟ اذا حط لها سبين فور شو صاير؟ صاير
نعم قوي. ماذا علمنا؟ قدامنا هذا ساعد بالطابق الثاني الطابق الثاني حسن قتلته هويلي الله هويلي يا الله ما ادري شلون بقينا احياء هذا قدام هذا قدام هذا قدام تيمين تيمين سوي تمين تمين هذا رجع صاحبي هذا وقع هذا قدامنا قاعد فوق بالجو واحد على اليسار يبغى عليه حسين لا 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 ما قاعد لك يسرى يسرى كفو حسين كفو 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 اسوي هون لا تقدر ابوك ستان شوف ده شوف ده جت تيم ثاني جت تيم ثاني اوه ماي جاد على الحظ خلاص خلي يدخلون فايت بيناتهم لا تواجه ايه لا تواجه شغل اي في مقابز ذا الجو ايش ايش هذا واحد له اكثر منه يا ويلي الله هولي فوق قاعد بروكن انا طايح حظه وقع واحد واحد نام وقع اليمنى مدير بالك وانا على على ورا الصخره اي اثنين واحد دمج واحد قع نايم بالقع نايم بالقع نايم هذا من بين اصلا هذا قدامي دمهم قليل ماتوا بسرعة واحد ولا كانت تقل جو جو قدامنا واحد يقع قدامنا لا 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 كتبت ترى لو شيء فنشته رميته هو على هذا قف مكانه حظاً شو تلوت شو تريد؟ شو تريد روعة؟ لا طلق طلق فاك طلق اعطيتك 60 ديت ترامون ترى انا طلعت من البيت شوف ال قدام دير بالك من ورا دير بالك من ورا مستر هسونا كفو قدام يس كفو مستر حسنو درد اشوفه مدى اشوفه من خايف بس اللي من ورا دار مرة ثانية دبع على ورانا ما كان من ورا ترى اثنين اثنين قدامنا اوكي كفو مستر حسنو قدامنا وقع
وقتين واحد قدامي قدامي خلع الدرع. اثنين واحد بروك كفو واحد قع واحد فنش. هذا واحد بعد ورا الصخرة. ورا الصخرة؟ ايه لا ورا الصخرة. توقع الثاني. اوه ماي جاد. يا يا بي من اول جيم. هذا ده نشرح عقبه صعب لو يمنا هاي يمنا نظر تايم نظر وان ديامار هو يظل ايش قد روح مستر حسوني قدامنا قدامنا قدام جو 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 بعد ما قليل دم قليل دم حسين تم قليل يا سينا دعوة الفرة فرة ترى استوى ضرب الكلاستر انا عبالي قاعد في فورم اسرع رجع بالتاري بالبرج اسهل شيء بالبرج جبت طلقه واحده جبتها افتح راسك هو مشاربك انا غلسنا على ذولي بس قلت لك واحد اقدر اقصفهم عندك وقع واحد اي بلكي توقع عليهم القصفه توقع شو ماكو مو قاعد دي دمجون دي دمجون هو وين الثاني ماكو واحد ايه شمر فسوة وقعته لا تقول لي هالمرة لو خاذي ذب له ثرمايت فشي ما عندي خير عب ديناري بكره هذا فوق انا في رمزين لا تعب الاوبن لو ان شوت هذا صعب هنا على واقع يا ول صعب واقع هنا هذا واحد هذا وقع فنشته بقى صعبه على الاغلب قف قف مكانك لا تحرك لا تحرك هذا اثنين مو واحد هذول اثنين هذول اثنين مو واحد ما حسين بغينا وعادي يا ولد عيب علي عيب علي يا ولد صعد فوق اوكي وعد علي من حسين وعد علي منه شنو هاي؟ عندك سالف موبايل ولا لا؟ لا هم وين؟ هم وين وين؟ بالبرقة اوكي ثاني جاك جاك قاعد يطفر واحد ورا واحد ورا شيت واحد فوق واحد فوق اي جيتك جيتك ده حاول اجيك اركب تا 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 تعال مستر حسوني وين رايح منك لك لا تروح هيجي لك لك لا هذا واحد فوق اخذ هذا الارمر رموا عليهم من الاوبن رموا عليهم من الاوبن روح 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 بس عاد فوق البيت لا ما يفيد اصلا هذا وقع بعد قدامنا هذا اللي يطلع برا انا عمي انا اعطيك اللي فعلي هذاك سنايبر هو انا وين شفته والله روح له هذا على اليسرى
وقاعده صعبه صعبه صعبه. فلش درع على اليمنى. واسين كم الرام والله كثرهمكم والله والله ثرامهم. كم بالبيت حسين؟ هذا اقول لك هذا الكو بده يطلع لي بالسنسر بس يعني ممكن بس تاك يابا كذا انتم اثنيناتهم من نار الحائط. لك هذا يباع هذا يباع البث مالتي هذا يباع البث مالتي هذا الكتاب يباع البث مالتي والله. من قاعد يرمي عليه؟ هذا ار بي جي ار بي جي فوق على التله. شنو مارك عليه؟ هذا هذا هنا كتله؟ شنو مارك عليه حتى اعذبه؟ كتلته بس كفو ما تفنش؟ كفو فنشته؟ هو هذا واحد على اليمنى واحد على اليمنى واحد باع عليه من اليمنى هذا؟ وينه مارك؟ هو جاي يمنى 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 عنده بعد شوف الاتجاه مالتي؟ علي من انت قريب كلش ترى. اي لا مو هيك مو هيك مو هيك هجمه مو لا هيك هجمه. مدى اشوفه مدى اشوفه. لك صاحبي الزحلق. واحد كان قد. انتظرهم. واحد يسرى كان جبار. خليك. ايش مرني تحتك في ماشي؟ خلي يسرى حط تحتك يسرتك كلش ورا الجبل ورا الجبل؟ شفته قدامك 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 شفته اي شفته هاي لك ايزي ثاني جيم على التوالي ولا الصبح ولا نقدر نفوز بس يبون عليه هواي بالبث اقوم ما اعرف العب بس ناس يدعمون هواي بالبث ما العب صدق كذي